بدأ الأحمر العماني مشواره بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بنتيجة تاريخية عندما تغلب على ضيفه منتخب بوتان 14-0 في بداية المشوار الآسيوي، وهي نتيجة تاريخية كونها الأكبر في تاريخ منتخبنا الوطني. وبهذه النتيجة فإن منتخبنا حطم الرقم القياسي السابق عندما فاز على منتخب لاوس 12-0 في التصفيات الآسيوية أيضا. وبهذا الفوز فإن منتخبنا كسب أول 3 نقاط في مجموعته السهلة والتي تضم إلى جانبه منتخبات بوتان والمالديف وفلسطين. استمتعت الجماهير العمانية بحصيلة وافرة من الأهداف والتي توزعت على شوطين، حيث سجل منتخبنا 7 أهداف في الشوط الأول و7 في الشوط الثاني، إلا أن الجماهير العمانية والمتابعين والمحللين واللاعبين أيضا اتفقوا على أن هذه النتيجة العريضة ليست بالمقياس الحقيقي، كونها جاءت على حساب منتخب متواضع لم يستطع الصمود أمام خبرة لاعبي الأحمر. لكن الفوز يعد مهما والنتيجة لها عدة مكاسب خرج بها رجال الأحمر من هذه المواجهة التاريخية.